كشف مسؤول في البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب ستساعد الرئيسة الأمريكية والدها في اختيار مرشح جديد خلفا لجيم يون كيم رئيس البنك الدولي الذي سيستقيل من منصبه بنهاية الشهر الحالي. وطلب وزير الخزانة وكبير موظفي البيت الأبيض طلب من إيفانكا المساعدة في اختيار المرشح البديل، وذلك بسبب عملها مع البنك الدولي لمدة عامين.